يلا شو رحت لبسي؟ انا مالي عرفانه شو بدي البس. ما بعرف لسه. امبارح كل الليل فتحت خزانتي وقعدت اتامل بفساتيني وتيوراتي، ما لقيت شيء مناسب. لك هي المشكله انه كل الناس اللي راح يكونوا بالعرس من ساحل العاش. شبه فاجأت ما؟ كلهم تفاجأوا. كملوا شغل كملوا من ساحل العاج عادي يعني. ليك يا لا نحن شو ما لبسنا رح نطلع نشاز. لذلك عم فكر بشغلي. عم فكر لف على حالي منشفتين واحمل حالي وروح. ايه وبتدهني حالك شوكولات تطلعي كنك ياهم. اخ شبك بعدين كثير صايرين بطيئين، ما كنتوا هيك؟ قررت بالاخير البس فستاني الاسود، عرفتي؟ الاسود؟ سواريه كثير هاد مو سواريه؟ ايه واذا سواريه يعني حسيته ممكن يلبق لكل المناسبات. ما بتتلبكي فيه؟ ادخيلك بشو بدي اتلبك؟ رح اطلع من بيتي على الميكرو على الصاله. اذا هيك معناتها انا رح البس الموف. الموف رفيع. ايه شو بعدين ماني لابسته قبل هلا، ايه والله رح ينطف قلبي على ما البسه. مزبوط بس ماني حاسسته مناسب مع جو ساحل العاج. لا تكبري يا ريما، يعني هلا مو كل الناس رح يكونوا من ساحل العاج، على الاقل اهل العروس، ناس عاديين مثلنا مثلهم، يعني ما كثير رح تطلع نشاز. شلون ما رح نطلع نشاز؟ ما هدول اهل ضيعه بالاخير، يعني بدنا نطلع نشاز. هلكتيني ريما، شو بدك ما نروح؟ لا شو ما نروح؟ ليش عم نساوي شعرنا لكان؟ خلص بدنا نروح، انت البسي الموف وانا رح البس السواليف. اي آه كثير.